بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا وياكم بمحاضرة جديدة من محاضرات الجراحة للمرحلة الرابعة لكلية الطب بجامعة العميد. طبيعي بعدنا مستمرين وياكم بمحاضرات الجي اي تي سيرجري، واليوم محاضرتنا الرابعة وهي آخر محاضرات الإيسوفيغاس اللي تحكي لي عن النيوبلازم كونديشن ان ذا إيسوفيغاس أو المالجنانت تيومر ان ذا إيسوفيغاس. بطبيعة الحال احنا بالمحاضرة السابقة أخذنا البناين condition in the esophagus، هسه راح ناخذ المالجننت، الشغلات اللي هي اورام خبيثه واللي ممكن يصير بها انفيجن وميتاستاسيس اللي ممكن تنتشر الى بقيه الجسم وما تبقى بس بالاسوفيغاس. بطبيعه الحال احنا عندنا نوعين من الكانسر اللي موجودات بالاسوفيغاس، نوع يسمونه سكويموس سيل كارسينوما ونوع يسمونه الادينو كارسينوما. سكويموس سيل كارسينوما يعني هذه مقدمه راح يصير بالابر والميدل ثيرد اوف ذا اسوفيغاس، اما باللور ثيرد راح يصير عند الادينو كارسينوما. ليش؟ ادينو جاي من جلاند واللور اسوفيغاس موجود قريب على الاستومك، والستومك تحتوي على هواية جلاند. بهذه المحاضرة راح نعرف انه هي شنو الكانسرز اللي ممكن تصير عندي، شنو الكلينيكال فيتشر اللي يظهر بها البيشنت، قد يظهر ويا ديسفيجيا وهيجي شيء. لكن المشكلة هنا بالمالجنت انه الاعراض ما تظهر الا لما ينتشر هذا الكانسر، الا لما يصير بي انفيجن وميتاستاسيس، والانفيجن والميتاستاسيس اللي يصير بهذا الكانسر يكون فيري رابيد، كلش سريع. اوكي، راح نعرف الكلينيكال فيتشر ووراها راح نعرف الانفستيجيشنز اللي ممكن يسويها، واخرا وليس اخيرا راح نعرف التريتمنت، والتريتمنت قد يكون سيرجري او بالييشن. بالييشن يعني راديوثيرابي كيميوثيرابي، اوكي، اللي هي علاجات بالاشعاع وهيك، لان الجراحه بعد ما تفيد بي. ليش؟ لانه احنا قلنا هو راح يصير ديسيمينيتد ايرلي، بسرعه ينتشر. زين، هذه مقدمه بسيطه. النيوبلازم ان ذا اسوفيغاس قلنا اكو كارسينوما ان ذا اسوفيغاس. السكويموس سيل كارسينوما راح اطق الابر تو ثيرد يعني الابر والميدل، والادينو كارسينوما راح اطق اللور ثيرد، لان اكو قلنا شنو يم الاستومك واكو جلاند، فراح يسوي لي ادينو كارسينوما. ادينو يعني جلاند. الكومن هسه ايتيولوجيكال فاكتور شنو؟ التوباكو والكحول للسكويموس سيل كارسينوما، والجيرد للادينو كارسينوما. ليش؟ لان الجيرد قلنا راح يسوي لك البارد اسوفيغاس، والبارد اسوفيغاس راح يكون بناين وبعدها راح يتحول الى مالجننت ويسوي لي الادينو كارسينوما. زين، شنو هسه حاليا الادينو كارسينوما صارت اكثر من السكويموس سيل كارسينوما بالاسوفيغاس. الليمف نود اذا لقيناها انفولفمنت، يعني اذا واصل هذا الكانسر لللمف نود، اذا هذا باد بروجنوسيس او باد بروجنوستيك فاكتور، يعني انه انا هذا البيشنت يعني كلش خطيه. زين، لانه باد يعني بعد ما اقدر انا شنو اسوي، انا احتار شنو اسوي له. زين، فاحاول يعني اطمن، لانه هو ما يقدر يعني ما نقدر نكشف عنه هيك شيء بطبيعه الحال الا بالصدفه، لانه اذا صارت عنده اعراض وكشفنا عنه يعني هذا صار بميتاستاسيس مثل ما اتفقنا. الدسفيجيا هي موست كومن سيمتوم لكن تكون ليت فيتشر للاسف. جيوغرافيكال فاريشن هاي كلاوات، يعني يقول لك انه ما بالساوث افريكا راح يطلع لك السكويموس سيل كارسينوما، ما ادري شنو، شافوا الناس اللي ياخذون الفيتامين اي يقل هذا الانسنس مال كانسر. اوكي، شوف شلون هيك منتشر. جماعه التوباكو والكحول هما ويا السكويموس سيل كارسينوما قلنا، جماعه الجيرد والاوبيسيتي هما ريسك فاكتور للادينو كارسينوما لان يسوي لك البارد اسوفيغاس مثل ما اتفقنا. طيب، البوث ادينو كارسينوما والسكويموس سيل كارسينوما ديسيمينيتد ايرلي، يعني بسرعه ينتشرون. سادلي من المحزن ذا كلاسيكال بريزنتيشن سيمتوم، الاعراض اللي تظهر ديسفيجيا ريجارجيتيشن اند ويت لوس ار اوفن ابسنت، ما تظهر بالبدايه انتل the primary tumor has become advanced، لحد ما ينتشر يلا تطلع هاي الاعراض. فانا كتبت لكم هنا وعلي خطيه، لان صدقوا علي خطيه، لانه هذه الاعراض ما تظهر عنده هو البيشنت. لما يصير عنده سي اي بالاسوفيغاس ما يدري، لا يصير عنده ديسفيجيا، لا يصير عنده ريجارجيتيشن، لا يصير عنده ويت لوس، لحد ما هذا الكانسر يكبر ويتضخم وينتشر راح تطلع عنده هاي الاعراض. راح يجي للمستشفى يابا انا عندي ديسفيجيا، اجي افحص القى عنده سي اي ومنتشر وما تصير له عمليه جراحيه، واقول له روح سوي كيموثيرابي. رجل جايني ما يقدر يبلع، اقول له روح سوي كيموثيرابي، ايش قد صعبه على البيشنت. لذلك كتبنا عليها سادلي، وانا كتبت لكم وعلي خطيه. زين، التيومر ممكن ينتشر بثلاث طرق، اما انفيجن يعني يخترق الوول مال الاسوفيغاس ويطلع، او عن طريق الليمفاتكس او عن طريق الدم. زين، الكلينيكال فيتشر قلنا اكو ميكانيكال سيمتومز اللي هي برينسيبلي ديسفيجيا لكن سام تايمز ريجارجيتيشن فوميتنج اودينوفيجيا ويت لوس، هاي كلاوات.
البيشنت في البدايه راح يحس نون سبيسيفيك ديسبيبتيك، يعني جالي بسيط وهذا يروح يقول لك عادي انا من اكل ويجي شيء يصير عندي جالي عادي. لكن ان ادفانسد مالجنسي لا، ممكن تطلع لك كلينيكال فايندينج مال ادفانسد مال ميتاستاسيس اللي هي ريكرنت لارنجيال نيرف فالسي يعني يصعد لفوق، هورنر سيندروم، كرونيك سباينال بين، دايفراماتيك باراليسيس، لوس اوف ابيتايت، انلارج سوبرا كلافيكولار ليمف نود. هذه الاعراض كلها تظهر اذا صار بي ميتاستاسيس. الانفستيجيشن احنا اول شيء نجي شو نسوي له؟ نسوي له اندوسكوبي وناخذ سايتولوجي وهيستولوجي على مود نسوي يعني سبيسمن، ناخذ خزعه من عنده على مود نعرف انه يابا هذا شنو يعني مالجنت بناين، وين واصل ما وين واصل ما وين واصل. اكو نظام عندي يسمونه او اكو في الجهاز يسمونه AUS اللي هو الاندوسكوبيك التراساوند سونوغرافي. هذا يجيبون احنا اخذناه بالمحاضرات السابقه طبعا، يجيبون اندوسكوب براسه يعني بالنهايه مالته اكو سونار يدخل يشوف ان ديتيلز، يشوف التفاصيل كامله مال الايسوفاجس حتى يعرف هذا التيومر وين واصل، واصل حد للميوكوزا، حد للمسكولارز ميوكوزا للمصل، حد للسيروزا لو طالع لبرا للاستومك والبريتونيوم وغيرها. شو عندي؟ عندي انا هذه التقسيمات لازم احنا نكون عارفينها من الباثولوجي. تي اي اس يعني هاي جريد، تي 1 يعني التيومر 1 يعني جريد 1 واصل وين؟ واصل لللامينا بروبري او الصب ميوكوزا اللي هي اول منطقه. تي 2 لا واصل للمسلز، تي 3 لا واصل وين؟ واصل للمسكولارز بروبري او قريب عن السيروزا. تي 4 بي اي يو بي اي يعني واصل خلاص للبلورا اللي بصفه، بريكارديوم دايفرام الشغلات اللي بصفه. تي 4 بي لا واصل حتى للعظام، شوف ايش قد ابتعد. الان اللي هو الليمف نود، التي هو السايز مال التيومر، الان هو الليمف نود ان 0 يعني ماكو ليمف نود ميتاستاسيس، ان 1 واصل له 1 2، ان 2 واصل له 3 او 6 ليمف نود، ان 3 واصل لفت 7 او اكثر من الليمف نود. الام اللي هو الميتاستاسيس، ام 0 يعني ماكو اورجان انفولفمنت، ام 1 لا واصل للاورجان ومسوي لها انفولفمنت. اوكي فهسه هذه مهمه، يقول لك از ذا بيشنت فيت فور سيرجري، لانه هو يعني مثل ما نقول مناسب انه اقدر اسوي العمليه فاسوي العمليه، اذا غير مناسب انه ما اقدر اسوي العمليه وين اودي؟ بالييشن علاج كيميائي، اودي لجماعه الانكولوجي جماعه الاورام يسوي له علاج كيميائي كيموثيرابي او راديوثيرابي. اذا صاير عنده شوف انتبه وياها هاي ترى جدا مهمه ممكن تجيك ام سي كيوات، اذا صاير عنده هيماتوجينوس ميتاستاسيس يعني واصل للدم، اذا لا فاسوي له سيرجري، اذا يس فاودي بالييشن لانه هذا عابر واصل للدم للاورجن فاروح اودي راديوثيرابي. زين اذا واصل للاورجن اودي راديوثيرابي، اذا ما واصل اسوي له سيرجري واشيل التيومر اقدر. بريتونيال سبريد، اذا واصل للبريتونيوم لا اسوي له اودي بالييشن للانكولوجي، اذا لا ما 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 واصل لا اسوي له سيرجري واخر التيومر. اذا واصل للليمف نود، فاما اذا ما واصل اسوي له سيرجري، اذا واصل لا هذا مالتي مودل حسب الفائده، ممكن يستفاد اذا سويت له جراحه، واذا ما استفاد ممكن ادزه الى بالييشن وهم جماعه الاورام هم اللي يحيرون بي. اوكي زين هذا مانجمنت اوف اسوفيجيال كانسر، هذا جدا مهم الجدول وسهل ترى هو حلو. سي تي سكان اسوي تشست اند ابدومن اند بيلفيس يعني حتى اشوف خاف هيماتوجينوس ميتاستاسيس واصل عن طريق الدم لهنا. زين بعد شنو عندي هنا؟ هذا هنا صاير السبريت، شوف هذا الليفر شوف شلون الميتاستاسيس واصل لهنا. زين اندوسكوبيك التراساوند اللي هو الاي يو اس، قلنا انه هذا جهاز اندوسكوب يدخل وين؟ يدخل بالايسوفيجاس وبنهايته اكو سونار يشوف ان ديتيلز اللاير مال الايسوفيجاس اللي هنا الميوكوزا والصب ميوكوزا والمسلز والسيروزا على مود يعرف، على مود يعرف هذا التيومر وين واصل، تي 1 تي 2 تي 3، على مود يعرف اكو لمف نود ماخذها لو ماكو. هذا اللي حكيناها قبل شويه، شوف هذا الجهاز يدخل شوف شلون تبين لك هذه الطبقات مال الاسوفيجاس، هذا الميوكوزا وهذا الصب ميوكوزا والمسلز وهذا السيروزا، هذا الليفر والمدري ايش، هذا اللمف نود. زين وهو اللي يحدد لك يقول لك يابا هذا واصل هنا لا واصل هنا، هذا الايورتا. زين عندي فد جهاز للفحص اسمه بوزيترون ايميشن توموغرافي، هذا شنو؟ هذا في الجهاز حديث ينطون للبيشنت فد ماده فارماسيوتيكال ايجنت يسموها 18 او 18 اف فلورو دي اوكسي جلوكوز اف دي جي، يسموها اف دي جي 18 اف دي جي. هذه الاف دي جي شنو؟ لما يبتلعها البيشنت هذه الاف دي جي لها القابليه على انه تتجمع بالخلايا سريعه التكاثر، واحنا نعرف ان الكانسر سيلز هي راح تكون النمو مالتها والانقسام مالتها اسرع من بقيه الخلايا، لذلك راح نشوف هذا الاف دي جي راح يتجمع اكيوميليت ان ميتابوليكلي اكتيف سيلز
بالخلايا سريعه الانقسام، بالتالي راح اعرف التيومر يعني بين، راح اقدر اميز بين النورمال سيل والخلايا اللي فيها تيومر. اوكي هذا هنا نتجمع اذا انه هذه مور اكتف، هنا نتجمع اذا هذه مور اكتف سيل يعني بيها تيومر. اذا ما عندي هذا البي اي تي او البوزيترون ايميشن توموغرافي اسوي لاباروسكوبي، لاباروسكوبي ادخل بناظور للكافيتي كله مال الابدومن، اشوف خافكم ميتاستاسز للانترا ابدومينال اورجانز عن الليفر وهيجي شيء، راح اشوف هنا الباس والسبسيس وغير شيء من هذه الامور. زين التريتمنت هسه شنو البرنسبل؟ هو يعني بصراحه ثلثين من البيشنت اللي عندهم اسوفيجيال كانسر انكيورابل ديزيز، انكيورابل ديزيز يعني ما يتعالجون. زين لكن ادسهم بالياتيف، قلنا انه ادسهم الى لجماعه الانكولوجي على مود والله بس يقللون من السمتوم ولو يخلونه يبلع، انه هو مو جاك بديسفيجيا يعني عاد انا ما اقدر اسوي له شيء، ما اقدر اشيل التيومر عاد اخليه يبلع. زين فيقول لك الديسفيجيا از ا بريدومينانت سمتوم ان ادفانسد اسوفيجيال كانسر، فالبرنسبل مال البالياشن شنو؟ تو ريستور ادكويت سوالونج على مود يقدر يبلع براحته بس هيجي. زين وراها والله انا يعني شفت من عنده انه هو لا يقدر يبلع ولا شيء، فيسوي لي اسوفيجوكتومي، اسوفيجوكتومي انه هو اقص الاسوفيجس. زين اقص الليمف نود اللي واصلها، اسوي الليمف ادينكتومي. اذا شفته واصل مثلا للجاستريك او يعني للستومك شويه جزء من الستومك اسوي جاستريك اكسجن، اقصها همين، شكو شغله واصلها هذا الكانسر اقصها. اوكي بالبارت اسوفيجس همين اسوي لي اسوفيجوكتومي، وقل له يا بحذر المريض اذا ما سويناه ممكن تموت، وفعلا هو يموت يعني لان صار له ديسمينيتد ايرلي. فوتو دايناميك ثيرابي، احنا خلصنا هسه من الجراحه، قلنا نقص الاسوفيجاس ككل، نقص جزء من الاستومك ويجي شيء، والله البيشنت اللي ما يقدرون يخضعون الى سيرجري فش اسوي لهم؟ اسوي لهم فوتو دايناميك ثيرابي اللي هنا شنو؟ اولا الراديكال اسوفيجوكتومي، انه يا بعد بالاشعاعات ويسمونه هذا كيوراتيف تريتمنت، ممكن يعالجه يعني. Most important للcurative treatment radical esophagectomy يعني بالإشعاعات أقص الإسوفيجاس، أو مثل ما نقول بدل ما أني أدخل وأقص الإسوفيجاس لا أقصه من برا بالإشعاعات. زين بالإشعاعات راح يموت هو الإسوفيجاس، يموته تلقائيا. Non-adjuvant treatment هذه أنطيها قبل السيرجري على مود أحضره، ممكن يعني تعي يعني تخلي ينجو من هذه العملية. Chemo radiotherapy زين هذه ممكن يستفاد منها اللي هي الاشعاعات الكيميائيه مثل ما اتفقنا. بعد عند بالباليشن عند الانتيوبيشن، انتيوبيشن شنو؟ احنا قلنا انه صاير ستركتشر او صاير تضيق بالاسوفاجاس بسبب هذا التيومر، فانا شو ادخل مثل ما نقول اكسباندنج ميتال ستنت، يعني فد شيء يدخل ويعرض الاسوفاجاس ويخلي فد شبكه ما تخلي الاسوفاجاس يرجع يعني يتقلص هيك هذا الاسوفاجاس، وادخل اني في شبكه اعرضه اخليه هيك عريض وما يرجع يتقلص ما يرجع ينسد، افتح هذا التضيق اللي صاير بيه فادخل له اكسباندنج ميتال ستنت توسع الاسوفيجس. هذه اول ما تدخل تكون كولابس ضيقه، لكن لما اوصلها للمكان اللي اريده اللي بيه تضيق راح يصير بها ريليز تنفتح وتكبر. زين ويصير بيه اكسباندنج ستنت راح يوفر لي وايدر لومن على مود يقدر شنو؟ يقدر سبلونج، لان احنا قلنا انه الوظيفه مالتي انه اخليه يبلع براحته. هذا الستنت هي. وعندي اندوسكوبك ليزر، هذا ادخل فالاندوسكوبي بنهايته اكو ليزر ادخله بالتيومر واخليه يحرق التيومر، ثيرمال تيومر ديستركشن، يحرق التيومر من جوا. بس هذا يعني مشكلته انه لازم ينعاد افري فيو ويكس، لذلك ما يفضلون الناس. البريكي ثيرابي هذا في النظام جديد كلش يعني زين، يدخل هم اللي داخل التيومر ويشيله من جوا يعني قصقص بيه من جوا، لكن هو يكون غالي وما يقدرون يسوون البيشنت هير. لهنا تخلص هذه المحاضره، محاضره سهله وحلوه بسيطه، وعوضتكم عن المحاضره السابقه طبعا لان طولت بيها، وانا اعتذر طبعا للتاخير، لكن ديش المحاضره كانت اهم من هاي نوعا ما. هسه احب اشكركم لاستماعكم ويعني بقائكم صامدين لنهايه هاي المحاضره، شكرا جزيلا.